اندفاعت وانطلاقت الشوط الخامس لفئة الحقائق البكار، والأربعة كيلومترات هي رحلتنا المتواصلة مع هذه الأسماء والأعداد الكبيرة التي تنطلق باحثة عن الناموس وعن الانتصار. نبدأ على بركة الله بعد المراكز الأولى، ومن تتواجد مع المقدمة جولة بشعار الجنرال سعيد بن راشد الزعبي، من قدم لنا هداج في الشوط الماضي حاضر وطامع بالإنجازات. أتابع المركز الثاني، عرقال محسن بن حزام بن راشد بن انديلا يتواجد ويغير بدوره بتواجد عرقه التي تسللت وانطلقت الى الصدارة مباشرة، بينما المركز الثاني جولة بشعار الجنرال. المركز الثالث اتابع القادمة عوايد علي بن راشد بن محمد بن انديلة المري يتواجد مشاركا على المركز الثالث. المركز الرابع وصل الطبع لبطي بن سعيد الزعبي، يتواجد الشاعر الحاضر مع مشاركة طبع على المركز الرابع. المركز الخامس شعار المغامر ينضم الى هذا التحدي ويتواجد مع محراق محمد بن بطي بن محمد الزعبي، يتواجد بشعاره المميز على المرتبة الخامسة. هذه نتيجة مشاهدين الكرام مستمعين الافاضل للخمس المراكز الاولى، الخمس الاسماء التي تسيطر على دائرة النداء والاذاعة وتنطلق في موقع التحدي والمنافسات المشرفة بهذه المشاركات الجميلة وبهذه الاعداد الكبيرة التي تشارك في هذا التحدي الكبير وهذه المنافسات المميزة ضمن فعاليات السباق المحلي الخامس بيومه الثاني. نتواصل ونتابع ونستمتع بهذا الحضور الكبير وبهذه الاعداد الكبيرة التي تشارك على ارضية ميدان الشحانية ميدان التحدي. نعود مع مجريات الشوط ونعود مع المقدمة عرقة على الصدارة، ما زالت تسيطر على زمام الامور بشعار محسن بن حزام بن راشد بن انديلة على المركز الاول، يفرض السيطرة بمشاركة عرقة باندفاعتها التلقائية على صدارة الشوط. المركز الثاني الجنرال يتحرك في هذا التحدي، يقدم هذه النوعيات الفاخرة وهي جولة. سعيد بن راشد الزعبي يتقدم الى المشاركة والتحدي، بينما المركز الثاني التي تتسلل بدورها الى المركز الاول باول نداء وصلت مرسى علي بن مانع بن مسلم الرزق. وصلوا اهالي نجران القادمين والحاضرين من الميادين الجنوبية، قادمين وطامعين من نواميس. غادم الرزق بشعاره المميز مع مرسى من ترسي على الصدارة، بينما المركز الثاني اتابع هنا الصداوية علي بن محمد بن براك آل زبدان المري، اختلط الحابل بالنابل، ولكن اتابع المركز الثالث ملول سويدان بن حمد بن سويدان القيثاني ينضم الى نخبة المقدمة والصدارة. والمركز الرابع اتابع عوايد علي بن راشد بن محمد بن انديلة، والمركز الخامس تتقدم بهذه اللحظات عواصف سعود بن علي بن مبارك الفراج. بدأ يعصب بهذه النوادر وهذه الشوارد المميزة. هذه نتيجة للخمس المراكز الاولى، الخمس الاسماء، ولكن التغيرات ما زال جارية وطارية على المركز الاول. الصداوية تغير وتحتل الصدارة. علي بن محمد بن براك آل زبدان المري يتواجد باندفاعة الصداوية في هذا التحدي الكبير وهذا المسار الجميل، ولكن مرسى علي بن مانع بن مسلم الرزق يتواجد مع مرسى على المركز الثاني. المركز الثالث وصلت فخامة في هذا التحدي الكبير بشعار سالم بن مسعود بن سعيد بن قطام المري، فاجأ الجميع مع فخامه وهذا الاداء الكبير وهذا الحضور المميز، ولكن مرسى على الصداره، مرسى على المقدمه بالشعار علي بن مانع بن مسلم الرزق. فخامه على المركز الثاني تتقدم في هذا التحدي بشعار سالم بن مسعود بن سعيد بن قطام المري، فخامه ومرسى الرزق وبن قطامي، ولكن بن قطامي يتسلل مع فخامه واللحظات الاخيره
الخطيرة فاجأت الجميع وانتزعت المقدمة واحتلت الصدارة وحققت هذا الانجاز بأداء ولا أروع. فخامة تحقق هذا الناموس بشعة سالم بن مسعود بن سعيد بن قطام المري، تهانينا والف مبروك على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني الصداوية علي بن محمد بن براك الزبدان المري، والمركز الثالث مرسال علي بن مانع بن مسلم الرزق. المركز الرابع فخر لمبارك بن سعيد بن محمد الخيارين. المركز الخامس عوايد لعلي بن راشد بن محمد بن نديلة. هكذا مشاهدين الكرام مستمعينا الافاضل كما تتابعون هذه المنافسات والتحديات الكبيرة، فجاءت فخامة محققة هذا الناموس والانتصار بتوقيت زمني وقدره 6 دقائق 13 ثانية 91 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لسالم بن مسعود بن سعيد بن قطام المري على فوز فخامة وتحقيقه للإنجاز. المركز الثاني الصداوية 6 دقائق 15 ثانية 25 جزء من الثانية. تهاني الناموس لعلي بن محمد بن براك الزبدان المري على فوز الصداوية في المركز الثاني. المركز الثالث مرسى 6 دقائق 16 ثانية جزءا وحيدا من الثانية. تهاني الناموس لعلي بن مانع بن مسلم الرزق على فوز مرسى في المركز الثالث. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا مشاهدينا الكرام، تتواصل التحديات والانطلاقات على أرضية ميدان التحدي.